بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قصيدة الحسنى. حمدت الله رب العالمين على النعماء حمد المخلصين، أصلي بعد حمد الله تترى على الهادي نبي المرسلين، فيا رب احمني من شر نفسي وشيطان ومن كانوا خونا، ومن مرض وآفات وغم، ومن فتن دهت جسما ودينا، بجاه المصطفى الأسنى مقاما، حبيبي رحمة للعالمين، محمد النقي القلب حيا وميتا فهو أزكى الطاهرين، هو المدثر المذكي خلقا، هو المزمل المقري سنينا، رفيق منة الله حريص عليكم أيها المستسلمون، فصيح دهتم ورع عفيف وسيد ولد آدم أجمعين، جواد صاحب الدرجات بر دليل الطالبين الحائرين، عطوف سيد الثقلين راج ورحب الكف للمسترفدين، نبي الراحة الدوما فطوبى لمن لبوا وتابوا مصلحين، مقيل مغنم عبد صبور وإن الله عند الصابرين، جليل جهض منذ السيف نذب ضياء دامغ المستكلبين، وكاف مكتف قطب همام، ومكفي ولي الصالحين، مهيمننا ومصلحنا شفيق مقيم السنة الغراء فينا، وخاتم أنبياء الله طرا وخاتمهم فتب المنكرون، فلا يرجو النبوة بعد هذا سوى من كان دجالا لعينا، فلعنة ربنا أعداد رمل على الأتباع والمتنبئين، كفيل صاحب النعلين ليث وصاحب منبر والي لينا، وممنوح وموعظة أبو القاسم العالي أب للمؤمنين، رشيد صاحب الآيات يهدي من استهدوا فرادا أو ثبينا، وآمرنا وناهينا وقاض طبيب لحظه يشفي الحزينا، قسيم مؤمن منج وسيم جسيم فاق كل الفائقين، خليل الله محمود شهاب شكور شاكر للمحسنين، خبير حامل للواء حمد وحماد حميد العارفين، وحمد أحمد المختص حمدا فإن الحمد كان له قرينا، سمي صين نبأ ومرء عظيم
عصمة المستعصمين وأنور بارع فهم بديع ومرحمة الإمام العاملين ودان خير زلف رجيح وأواه وبدء المخبتين كليم الله إكليل مبر وفيئتنا إذا نحن ابتلينا وذو شرف وذو مجد كريم وأذن الخير خير السامعين وذو تاج وذو خلق عظيم ويروى كان قرآنا مبينا وصادقنا ومصدوق وصدق وأصدقنا مصدق صادقينا وإن